وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم هي المحاضرة 15 في سلسلة محاضرات عن تاريخ الأدب الإنجليزي. المحاضرة الماضية تناولنا الأدب في القرن 18 واستعرضنا سريعا أهم رموز تلك الفترة على سبيل المثال سامويل جونسون وألكسندر بوب وجوناثان سويفت، وقدمت ثلاث محاضرات عن رواية جاليفرز ترافلز لجوناثان سويفت. وأيضا النهاردة لأننا هنتكلم عن نشأة فن الرواية في ذلك الوقت، يعني في الفترة المسمى بالنيو كلاسيسيزم، الكلاسيكية الجديدة. وأيضا القرن 18 يطلق عليه اسم عصر العقل Age of Reason أو عصر التنوير Age of Enlightenment. فقدمت أيضا الأسبوع الماضي محاضرة عن رواية دانيال دوفو، رواية روبنسون كروسو، لأن هناك الكثير من النقاد الذين يعدونها أول رواية في الأدب الإنجليزي، أول رواية بالمعنى الحديث للرواية. هي نشرت في 1719، ولكن هناك نقاد آخرون يعني لا يرون هذا، بل يرون أن أول رواية في الأدب الإنجليزي هي رواية باميلا اللي هنستعرضها النهاردة إن شاء الله لسامويل ريتشاردسون. والأدب أو الرواية الإنجليزية تطورت وحققت قفزة كبيرة في النصف الثاني من القرن 18. فرواية روبنسون كروسو كتبت ونشرت، دانيال دوفو كتبها وهو عنده 59 سنة، ونشرت 1719، يعني في النصف الأول من القرن 18. وجاليفرز ترافلز أيضا نشرت في 1726، ولكن التطور الحقيقي للرواية الإنجليزية بدأ في النصف الثاني من القرن 18 على يد يعني نقدر نقول ثلاث روائيين أو ثلاثة روائيين. هنحاول نستعرض يعني على الأقل اثنين أو ثلاثة منهم النهاردة، ولكن لابد أن نبدأ أيضا بدانيال دوفو، يعني لابد أن نضم إليهم دانيال دوفو، لأن رواية روبنسون كروسو لا يمكن أن نغفل أهميتها في نشأة ودورها في نشأة الرواية كفن مستقل. إنما قبل ما نتكلم عن هؤلاء الروائيين لابد أن نعطي لمحة ونبذة سريعة عن خصائص هذا العصر القرن 18. القرن 18 تميز بأنه حقق تقدم علمي كبير وتقدم تكنولوجي كبير. كان طبعا الطباعة كانت بدأت في منتصف القرن 15 على يد يوهان جوتنبرغ الألماني. كان أول محاولاته كانت بدأت في 1436 و1440، ولكن أول طباعة حقيقية تبدأ يعني ماس برودكشن كانت في 1450، يعني منتصف القرن 15. فلما نتكلم عن القرن 18 فيعني طبعا الطباعة حققت يعني تقدما هائلا سنتحدث عنه الآن. وأيضا في القرن 18 كان العلم حقق تقدما في نواحي كثيرة أخرى، يعني على سبيل المثال آلة البخار الستيم انجن اخترعت في نهايات القرن 17، آخر عامين تحديدا عام 1698 توماس سيفري اخترع آلة البخار وجربها في ذلك العام، ويعني كانت التجربة ناجحة. وفي عام 1712 توماس نيوكومن طور من هذه الآلة وجعل حجم الآلة أكبر بحيث الإنتاج
أيضا كان أكبر. في عام 1664 جاء جيمس وات وطور أيضا من هذه الآلة، وجعل البخار العادم يخرج من قناة خاصة، من فيسل خاص، بحيث أصبح البخار المستخدم للإنتاج أصبح أقل في الكمية، ولكن الإنتاج الناتج عن هذا البخار أصبح أكبر. يعني الإنتاج أصبح أكبر ولكن البخار المستخدم كان أقل، يعني الطاقة كانت أقل. فالعلم تقدم بشكل كبير في هذا العصر، وكان هذا عصر العلم وعصر التكنولوجيا. لو رجعنا لموضوع الطباعة التي ظهرت في منتصف القرن الخامس عشر وتطورت بشدة، بحيث أن في القرن الثامن عشر كانت الطباعة بقى يعني ماس برودكشن، وده طبعا يعني ساعد على نشر الثقافة ونشر الأدب، والرواية بدل ما تكتب بخط اليد كم نسخة بس كده، 10 نسخ ولا 20 نسخة يتوزعوا فقط على الأصدقاء، لا، الرواية أصبحت يطبع منها ألاف النسخ في أول طبعة وتوزع ويعاد الطبع مرة أخرى. كل ده طبعا ساعد على انتشار الثقافة وانتشار فن الرواية التي أصبحت يعني فنا يعني شعبيا وفنا رائجا في ذلك الوقت. وأدى أيضا إلى ظهور أنواع أخرى من الكتابات، يعني زي أدب الرحلات، الأدب المغامرات، الكتابة الصحفية وما إلى ذلك. فده أول عامل ساعد على ظهور فن الأدب، إن طابع العصر نفسه كان طابعا علميا، وكان في تقدم علمي وتكنولوجي وتقدم في الطباعة. والحاجة التانية إن هذا الانتشار يعني الكتب المطبوعة بهذا الشكل ومع التقدم الصناعي نشأ الطبقة الوسطى، الطبقة البرجوازية، الطبقة اللي ممكن تكون لم تتلقى تعليما جيدا في طفولتها، فكانت تريد وكان لديها نهم لأن تعلم نفسها، فكان لديها شغف على قراءة هذه الكتب المطبوعة. فهذه الطبقة البرجوازية يعني هي أيضا شكلت طبقة من القراء أو مجتمعا أو وسطا من القراء، كان هو الوقود الأساسي للكتاب اللي كانوا بيكتبوا لهم، اللي هم دول اللي كانوا بيشتروا كتبهم. فده طبعا أدى إلى رواج وازدهار فن كتابة الرواية. العامل الثالث الذي أدى أيضا إلى ظهور فن الرواية هو إن النساء، لأن طبعا في تلك الفترة دي كانت القرن الثامن عشر، كان بداية الثورة الصناعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر، فكان في كثيرون من المزارعين الذين تركوا قراهم وذهبوا إلى المدن الكبيرة زي لندن على سبيل المثال ليعملوا بها بحثا عن الرزق الواسع، وكان من بين هؤلاء أيضا النساء. ومع ظهور ومع تطور العلم والتكنولوجيا كان أصبحت بقى ما فيش النساء، ما لم يعدن يغزلن في بيوتهن. في البداية كان ممكن المرأة تغزل في بيتها وتبيع اللي بتغزله دوت، إنما مع استخدام الماكينات والآلات وسهل جدا يعني إنتاج مئات يعني الجواكت أو القمصان، فهذا السوق توقف بالنسبة للنساء اللي كانوا بيعتبر ليهم مصدر رزق. يعني النساء دول بقى أصبحوا إيه؟ يعني إيه اللي قدامهم دلوقتي؟ بقى الواحدة منهم اللي ما تتجوزش جوازة، يعني واحد مرتاح بقى ما فيش قدامها غير يا إما تتحول إلى واحدة بروستيتيوت، واحدة عاهرة، أو يعني تشوف أي عمل بقى يعني رديء جدا أو ضعيف الدخل يعني.
ولكن هؤلاء النساء دول بقى الطبقة دي نفسها من النساء كان أيضا لديه يعني لديهن الشغف في أن يقرأن وأن يعلمن أنفسهن. فكان النساء دول أيضا يعتبروا طبقة قوية جدا من القراء، يعني كنا يشكلن مساحة كبيرة من القراء، من قراء الرواية بشكل عام. وحتى إن بعضهن توجهن إلى كتابة الرواية، يعني بعض هؤلاء السيدات حاولن أن يصبحن روائيات، بعضهن نجح والبعض الآخر لم ينجح. فدي الثلاث أسباب التي أدت إلى ظهور فن الرواية، إن العصر كان عصر العلم والتكنولوجيا والتطور، وهو إن مع ظهور المدن الكبيرة ونزوح آلاف من المزارعين من قراهم إلى المدينة، نشأت الطبقة البرجوازية التي كانت تريد أن تثقف من نفسها، وكانت بالتالي هي وقودا كبيرا لفن الرواية، يعني كانت دافعا ووازعا كبيرا للروائيين للكتابة. العامل الثالث هو ان وجود عدد كبير من النساء، يعني فقدنا مصدر رزقهن بعد ظهور الآلات الانتاج، فتوجه بعضهن الى الكتابة، والبعض الاخر كنا يقرأن بغزارة لتثقيف انفسهن. فكنا يعني طبقة قوية يشكلن مساحة كبيرة من قراء الرواية. هذا السوق بقى يعني البوك ماركت دوت، سوق الكتابة ده وسوق الكتاب دوت، أيضا يعني أدى إلى ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هو إن الكاتب أصبح لديه يعني a lot of varieties، يعني قدامه تنوعات واختيارات كثيرة في الكتابة، ما بقاش مضطر أن يكتب في موضوع معين طبقا لما يريد الباترون بتاعه، لأن كان في لكل كاتب كان له باترون، كان له متعهد أو شخص من الأثرياء من النبلاء ينفق عليه، يعطيه راتبا كل شهر، بحيث الكاتب لا يفعل شيء سوى أن يكتب. وبالتالي الكاتب كان لابد أن يكتب شيئا يوافق ميول وذوق وهوى الراعي بتاعه، الباترون بتاعه. ولكن مع ظهور هذه طبقة القراء الرهيبة أصبح الكاتب مش محتاج لباترون ولا حاجة، مش محتاج راعي، الواحد غني يرعاه ولا حاجة ولا يعطيله، أصبح القراء هم اللي يعتبروا مصدر رزق الكاتب. فالنتيجة الأولى هو أن الكاتب أصبح لديه مختلف الاختيارات في المواضيع اللي يكتب فيها، لم يعد مقيدا بما يريد الراعيه الباترون his patron. السبب او النتيجة الثانية ان هؤلاء القراء انفسهم اصبحوا قوة، يعني هم أنفسهم دلوقتي، والنقد ونقدهم للرواية أصبح يشكل يعني أهمية كبيرة عند الكتاب، فأصبح الكتاب يتنافسون على جلب رضا أو كسب رضا القراء. فالقراء هنا أصبح لهم قوة كبيرة يتنافس عليها الكتاب. النتيجة الثالثة التي نشأت من هذا سوق الكتاب والقراءة الكبير هو ظهور أنواع عديدة من الكتابة، ليس فقط كتابة الرواية، ولكن الكتابة الصحفية، كتابة أدب الرحلات، كتابة الأوتوبيوغرافي والسيمي بايوغرافي، السيرة الذاتية، كتابة يعني المسرحيات الهزلية، ظهر أنواع كثيرة من الكتابة، ليس فقط فن الرواية كان واحدا منها. فالنهاردة هنحاول نستعرض أهم
الروائيين في ذلك العصر، أولهم طبعا دانيال دوفو. دانيال دوفو زي ما تحدثنا في محاضرة روبنسون كروسو، ولد في 1660 وتوفي في 1731، يعني هو عنده 71 سنة. كان أبوه من البيوريتان، كان أبوه جزار زي ما قلت في المحاضرة السابقة، ولذلك هو لم يتلقى تعليما جيدا، وكان هو علم نفسه بنفسه، وكان مهتما جدا بالتجارة، كان محبا للتجارة، وبالفعل بدأ في التجارة ويعني اشتغل بالتجارة لفترة، وكتب كتب عن التجارة. يعني بعض هذه الكتب، مثلا كتاب اسمه The Complete English Tradesman، قاموس كامل للتجار الإنجليز، وكتاب آخر اسمه A Plan of the English Commerce، خطة أو مشروع للتجارة الإنجليزية، وكتاب آخر اسمه A General History of Trade، تاريخ عام للتجارة. كان مهتم جدا بالتجارة، ولكن أول ما بدأ في كتابة روبنسون كروسو 1719 وحققت هذا النجاح الهائل، بدأ يعني يركز في الكتابة الأدبية، ولذلك هو بيسمى Father of the Free Trades، يعني أبو التجارة الحرة، وأيضا يسمى Father of Modern Journalism لأنه أبو الصحافة، فهو أبو يسمى بأبي التجارة الحرة ويسمى أيضا بأبي الصحافة، لأنه هو سجن على فكرة، لأنه كان ضد الملك جيمس الثاني، فتم سجنه، وفي السجن بدأ في تحرير صحيفة، كان هو الوحيد الذي يكتب في تلك الصحيفة، وكتب بقى حتى بعد خروجه من السجن استمر في تحرير تلك الصحيفة، كان اسمها The Review، وكتب فيها بقى مئات المقالات، فهو يعني أبو الصحافة الإنجليزية وأيضا أبو التجارة الحرة. أشهر رواياته على إطلاق روبنسون كروسو، ولكنها ليست يعني هنقول إنها أهم رواية له، لأن هي فعلا هي التي مهدت، يعني حتى لو مش هنقول، إن لم نقل إنها أول رواية إنجليزية بالمعنى الحديث لكلمة رواية، إلا أنها مهدت لظهور فن الرواية وازدهار فن الرواية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ولكن له يعني روايتان أخريان في العشرينيات القرن الثامن عشر بعد ما كتب روبنسون كروسو ونشرها في 1719، نشر رواية اسمها مول فلاندرز في 1722، وبعدها بعامين في 1724 نشر رواية روكسانا. وبالنسبة يعني الكثيرين من النقاد هم يعني يعدون تلك الروايتين أهم من في ناحية القيمة الفنية، يعني أعلى شأنا من روبنسون كروسو. مش هنتحدث بقى عن روبنسون كروسو لأن في محاضرة كاملة عليها، فتقدروا ترجعوا للمحاضرات دي. الروائي الثاني من ناحية الشهرة هو سامويل ريتشاردسون. سامويل ريتشاردسون ولد في 1689 وتوفي في 1761، يعني هو عنده 72 سنة. سامويل ريتشاردسون يعني يتفق أو يعني يتشابه مع دانيال دوفو في ان الاثنين بيوريتانز، يعني الاثنين نشأ في عائلة بيوريتان، عائلة متدينة جدا، عائلة متقشفة. البيوريتان عادة يعني هذا المذهب البيوريتان، جماعة المتطهرين أو المذهب التطهري، الذي كان هدفه عندما نشأ في إنجلترا هو تطهير الكنيسة الإنجليزية، فأتباعه يعني حتى لا يستمعون إلى الموسيقى، يحرمون الاستماع إلى الموسيقى، أتباعه متقشفون ومعتدون على الزهد وشظف العيش. فسامويل ريتشاردسون يتفق مع دانيال دوفو في هذه النقطة. أهم الرواية لي هي رواية اسمها باميلا، ورواياته يعني سامويل ريتشاردسون رواياته كلها عبارة عن رسائل،
عبارة عن كتابة رسائل، وده طبعا يذكرنا أول ما نقول كتابة رسائل يذكرنا برواية إيه؟ رواية عالمية مشهورة، فرانكنشتاين. فرانكنشتاين أيضا يعني عبارة عن كتابة رسائل. فرواية باميلا في يعني كثير من النقاد يعدونها هي أول رواية حقيقية في الأدب الإنجليزي، ويعدون روبنسون كروسو هي الرواية الثانية، على الرغم من أن روبنسون كروسو يعني كتبت قبلها روبنسون كروسو في 1719، إنما رواية باميلا كتبت في الأربعينيات القرن الثامن عشر تحديدا 1740 كتبت رواية باميلا. ريتشاردسون سامويل ريتشاردسون لأنه كان متدينا فكانت الروايات اللي بيكتبها روايات دايداكتيك، يعني روايات تعليمية، يعني هو كان يريد أن ينصح الفتيات بالفضيلة، يريد أن يعلمهن الفضيلة، ولذلك كتب هذه الروايات. ونجد أن الرواية الأولى باميلا ديت والرواية الثانية كلاريسا التي تعد أول رواية تراجيدية في الأدب الإنجليزي، فباميلا تعد أول رواية عند كثير من النقاد. النقاد آخرون يقولوا لا ده روبنسون كروسو هي أول رواية، بعض النقاد يقولوا لا ده باميلا هي تعد أول رواية حقيقية، رغم أن باميلا في 1740 روبنسون كروسو 1719، ويقولوا أن روبنسون كروسو هي تعد الرواية الثانية من ناحية القيمة الأدبية، يعني كفن الرواية، الرواية بالمعنى الحديث. ورواية كلاريسا لتشارل ريتشاردسون تعد هي أول رواية تراجيدية في الأدب الإنجليزي. ونلاحظ أن الاثنين اسم باميلا اسم بنت وكلاريسا أيضا اسم بنت، فنجد أنه بيجعل البطل بطل القصة هيروين سيدة أو فتاة من أجل إعطاء نصائح للفتيات المقبلن على الزواج، يعني نصائح مثلا عدم تصديق الشخص البلاي بوي، الحفاظ على عذرية الفتاة، حفاظ على الفضيلة، الإعلاء من قيمة الفضيلة للفتاة يعني في مجتمع فاضل. فرواية باميلا أنا هعطي يعني نبذة سريعة عن الروايات ديت، ولكن نقدر نقول رواية باميلا دي لما اتنشرت كان في كاتب آخر، هو الكاتب الثالث اللي هنتكلم عنه هو هنري فيلدينج. كان في منافسة شديدة بين هنري فيلدينج وكان أصغر في السن من ريتشاردسون، من سامويل ريتشاردسون، كان في منافسة أدبية بينهم. فرواية باميلا لم تعجب هنري فيلدينج، فكتب رواية هو كمان ينتقد هذه الرواية، يعني يسخر منها، لأنه كان كاتبا ساخرا، كان كاتبا كوميدي، كان كاتب كوميدي، وهو كتب أول رواية كوميدية في الأدب الإنجليزي، هنتكلم عنها لما يجي دوره يعني. إنما أول رواية كتبها كان يعني رواية صغيرة يعني، أيضا كتبها بأسلوب الرسائل، سماها بقى إيه؟ بدل باميلا سماها شاملة بدل البي اس اتش، وشاملة يعني هو بيلعب بالكلمات، فشام كلمة شام بمعنى الشيء الزائف، الشيء اللي يعني يكون مشهور عنه بالفضيلة، شخص مثلا مشهور بالفضيلة فنكتشف بأنه ده سكري وكده يعني، نكتشف أنه شيء آخر. فهو بيصور بقى رواية شامل ده قلب كل شيء عقبا على رأسا على عقب فيها، هتكلم عنها لما يجي دورها. إنما خلينا نتكلم على باميلا دلوقتي. رواية باميلا دي بنت فقيرة، بنت يعني أسرة متدينة، عندها أخلاق وعندها فضيلة، ولكنها تعمل في بيت أحد الأثرياء، وكانت الست السيدة يعني في الثرية كانت يعني محسنة إليها وتعاملها معاملة حسنة، ولكن هذه السيدة
توفيت. فهي ظلت تعمل في البيت يعني كخادمة. وكان في البيت بقى السيد اللي هو ابن السيدة اللي ماتت ديت، ولد شاب يعني شاب اسمه مستر بي، حرف البي فقط. فبدأ يغازل باميلا وحاول يعني أن يعني يفتنها وحاول يتهجم عليها أكثر من مرة، وكان يريدها يعني يشتهيها، وكانت هي تتمنع عليه وأرسلت رسائل، لأن الرواية كلها عبارة عن رسائل. فأرسلت رسائل إلى أبيها تخبره أن عذريتها في خطر. فأبوها قال لها لازم تيجي حالا، لابد اتركي هذا العمل وتعالي مباشرة، عودي مباشرة. ولكنها لم تعد، لم تشأ أن تعود، وظلت تعمل وظلت ترفض سيدها هذا. وكلما حاول يعني أن يفتنها ويغويها كانت تتمنى عليه، وأكثر من مرة يغمى عليها. فهو يعني يلتبس عليه الأمر ويركز بقى في محاولة إفاقتها، يخاف يعني أن تكون ماتت وكده. فالمهم في النهاية خالص يعني حين يعجز عن الوصول إليها سيكتشف أنه يحبها ويتزوجها، وتنتهي الرواية نهاية سعيدة. والرسالة يعني الواضحة من الرواية إن الرسالة بقى لسامويل ريتشاردسون بيقولها للفتيات الشابات الصغيرات، أن العذرية هي أهم شيء، وأن الفضيلة هي أهم شيء، وأن بالفضيلة ستصلين إلى ما تريدين. عشان كده فيلدينج سخر منه وقال إن دي فضيلة يعني براجماتيك، فضيلة براجماتيك، فضيلة عملية نفعية. وقال دي مش هي دي الروح الدينية المسيحية الحقيقية. بس أنا هذا يعني أخلي الكلام ده لبعدين لما يجي. وفي نقاط بقى يقولوا لا دي باميلا دي أكيد كانت بتحب السيد اللي بشغل عنده، وهو كمان بيحبها، وإلا لو ما كانتش بتحبه طب ما سمعتش كلام أبوها وما رجعتش بلدها ليه؟ فكون انها بتستمر في العمل ده معناه ان هي كانت بتحبه وكانت عايزة تريد ان تخضعه لها. فدي اول رواية. فهو بقى المضحك يعني سامويل ريتشاردسون الروايات دي بيكتبها علشان ينصح الفتيات، يقول لهم خدوا بالكم من الرجل الذئب ده زي مستر بي. فاكتشف ان البنات لما الروايه اتنشرت يعني وكده، الفتيات في المجتمع والسيدات اعجبنا بمستر بي بالشخصيه ديت، وكل واحده فيهم بقت تقول يا ريتني اقابل مستر بي ده في حياتي. فهو حس ان الرساله بتاعته ما وصلتش، فاضطر لما الطبعه الثانيه من الروايه يكتب مقدمه ينصح فيها البنات ويحذرهن من شخصية هذا الرجل الذئب يعني، وإن الفضيلة وعذرية الفتاة هي أهم شيء. وكتب جزء آخر يعني اضطر أن يكتب جزءا آخر لباميلا، جزء كبير يعني رواية ضخمة أيضا عبارة عن رسائل. وكأن بقى إيه يعني باميلا بعد أن تزوجت مستر بي، وهي أيضا أصبح لديها خادمة، والخادمة بتاعتها يعني كان النفيو ابن أخ أو ابن أخت مستر بي كان يغازلها. فهي بقى باميلا بتقول للخادمة ما تبصيش لي يعني ما تفكريش إنه هو لا اللي حصل بيني وبين سيدك ده شيء نادر الحدوث لا يحدث. فهو كأن الرسالة اللي عايز يقولها يا بنات ما يعني لا تطمعنا في الزواج من رجل غني أو ثري أو يعني لا تصدقنا كل هذه أي وعود من هذا الشخص الثري. فده باختصار كده رواية باميلا. الرواية الثانية لي كلاريسا أو لها عنوان آخر History of a Young Lady. في باميلا اسمها باميلا، وبعد كده Virtue Rewarded يعني Virtue يعني فضيلة، Rewarded يعني أجزيت يعني تم مكافأتها يعني الفضيلة كوفئت.
وعشان كده فيلدينج تهجم عليه وسخر منه ومن الرواية كلها. يعني ان الفضيلة لابد ان يعني نفعل الفضيلة من اجل الفضيلة ليس من اجل ان في منفعة اي منفعة مادية وراها. الرواية التانية اسمها كلاريسا او عنوان فرع يعني The History of a Young Lady، ايضا رواية اخرى تعليمية ودي اتنشرت في من 41 ل 48 لانها كان نشرها رواية ضخمة جدا يعني تزيد عن 2000 صفحة 2700 صفحة تقريبا من 41 ل 48 لانها كانت بتتنشر على سلسلة في الصحيفة في الصحف الى ان نشر. فانما بقى كلاريسا دي بقى كانت واحدة غنية غير باميلا، هي كانت غنية يعني لان ابوها كان تاجر فهي ورثت ثروة كبيرة من ابيها، وكان أخوها وأبوها يريدان تزويجها لرجل تاجر ثري أكبر منها في السن وقبيح وهي لا تحبه، وهي كانت تريد الزواج من شخص آخر تحبه، ولكن يعني أبوها وأخوها رفض هذا، فاضطرت أن تهرب من البيت يعني هربا من هذه الزيجة المفروضة عليهم، فوقعت في يعني في حبائل شخص آخر اسمه مستر لوف ليس. مستر لوف ليس المستر لوف ليس دوت ده بلاي بوي ومخادع، ولأنه هو في شبابه تعرض للخيانة من المرأة التي أحبها، فبقى بدأ ينتقم من كل النساء والسيدات والفتيات التي يقابلهن في حياته. فكانت دي واحدة منهم، أخذها إلى بيت عاهرات واغتصبت هناك، فهي يعني حست بالجرم اللي هي ارتكبته لأنها هربت من البيت وانتحرت في النهاية. حتى بعد ما مستر لوفليس ده اكتشف خطأه وحس ان دي بنت كانت كويسة وان هو غرر بها وخدعها وشعر بتأنيب الضمير، فحاول ان يصلح خلطته، ولكنها قررت ان تنتحر وكتبت رسائل تنصح فيها الفتيات او تحكي قصتها للفتيات المقبلات على الزواج كي تحذرهن من مصيرها كي لا يفعلن فعلتها ولا يخطئن خطأها. فالقصة كانها هي بقى بتحكي القصة قبل ما تنتحر وانتحرت، ولذلك هي الرواية دي تعد اول رواية تراجيدية في الادب الانجليزي. ولكن هناك بعض النقاد يقولوا بقى لا ده هي رواية تراجيدية، انما مش كلاريسا هي البطلة التراجيدية اللي فيها، البطل فيها هو مستر لوفليس دوت. ليه بقى؟ لان يقولوا طبقا لرأي ارسطو التراجيديا البطل في التراجيديا لابد ان يكون شخص عادي، لابد ان يكون شخص واحد مننا، يعني ما يكونش واحد خارق للعادة، واحد ولا ما تبقاش تراجيدي، لازم يكون واحد احنا حاسين بيه، الشعب حاسة بيه، الناس حاسة بيه، شايفاه واحد منهم عشان يقدروا يتعاطفوا معاه. فبيقولوا ان كلاريسا لا تعد واحدة زي باقي، لأنها كانت يعني فاضلة أكثر من اللازم، فاضلة أكثر من اللازم، بحيث إن مش ما نشوفهاش كل يوم وفي كل واحدة، يعني هي زي كلاريسا دي كده. إنما لوفليس ده شخصية نقدر نجدها في كثيرين من الناس، ودي الشخصية هي دي الشخصية البطل، هو ده البطل الحقيقي للقصة، لأن زي ما قلنا هو نفسه تعرض للخداع من المرأة أو الفتاة التي كان يحبها في شبابه، فبدأ ينتقم من كل النساء. وحين قابل كلاريسا لم يكن يعرف أنها هي الفتاة التي فعلا يبحث عنها، وانتقم منها وأضر بها ضررا بالغا، ولم يكتشف هذا إلا بعد فوات الأوان، فهو ضحية نفسه، فهو ده البطل الحقيقي لهذه الرواية. وهذا النوع من الروايات بتعتمد على كتابة الرسائل فيها، زي ما قلنا رواية فرانكنشتاين.
ومرة أخرى يعني في الرواية دي ريتشاردسون سامويل ريتشاردسون بيكتبها عشان يحذر الفتيات من عدم تصديق الرجال المخادعين وتصديق الوعود الزائفة بتاعتهم ويحافظ يعني يحافظن دائما على فضيلتهن. ولكن اللي حصل بقى أن السيدات في المجتمع والبنات أيضا نفس الحكاية، لما الرواية نشرت الفتيات والسيدات أعجبنا بشخصية مستر لوفليس دوت، فيعني كان حاجة عجيبة يعني. فالراجل يعني ريتشاردز كل ما يحب ينصحهم بحاجة هم يفهموا الرسالة الخطأ ويعجبوا بالشخص اللي هو المفروض انه يكون شخص شرير يعني. ولذلك اضطر ان هو في الطبعة التانية انه يكتب مقدمة يشرح بقى وينصح البنات، يا بنات ده الشخصية الشريرة ما تستمعوش الي او ما تنصحكوش وراه يعني. الرواية التالتة اللي كتبها ايضا نلاحظ ان الروايات كلها عبارة عن قصص يعني قصة حياة لشخصية معينة. الرواية التالتة بقى اللي كتبها كانت ونسيت اقول انه عمل جزء تاني، وانا قلت مش نسيت، انا قلت فعلا انه عمل جزء تاني لباميلا، ولكن الجزء التاني بتاع باميلا لم ينجح مثل نجاح الجزء الاول. ورواية كلاريسا ديت يعني طبعا سامويل ريتشاردسون من اهم واشهر الروائيين في القرن الثامن عشر، ولكن في القرن التاسع عشر شهرته قلت ونزلت يعني بشكل كبير. في القرن العشرين لما النقاد بدأوا يهتموا بالرواية السيكولوجية، برواية التحليل النفسي السايكو أناليتيكال نوفل، بدأوا يهتموا برواية كلاريسا لسامويل ريتشاردسون، لأن فيها صراع يعني، كان فيها تطور في الصراعات الداخلية لكلاريسا على سبيل المثال، الصراعات الداخلية في جواها حتى أن أقبلت على الانتحار، وكذلك في شخصية لوفليس. فبدأ الاهتمام بهذه الرواية خصيصا وبأعمال ريتشاردسون بشكل عام يعني يصب عليه مرة أخرى، ولذلك هو يعد الإرهاصات ظهور هذا النوع من الروايات التي تعتمد على التحليل النفسي، زي نجد هذا في روايات فيرجينيا وولف، في روايات هنري جيمس، في روايات جورج إليوت. فكان هو يعد يعني ايه إرهاصة لهم، وكلهم اتعلموا منه. وأيضا اللي تأثرت بيه جدا جين أوستن، أيضا تأثرت وجيمس جويس يعني. جين أوستن أخذت منه أيضا هذا الشكل الكتابي عن البطلة تكون امرأة وتحدث امرأة مقبلة، فتاة مقبلة على الزواج. فجين أوستن أيضا نجد أن رواياتها بتقوم يعني أو بتدور في حول هذا القالب. الروائي الآخر بقى اللي ممكن نستعرضه أهم ثاني كاتب يعني، نحط دانيال دفوع على جنب، لأن دانيال دفوع كان في النصف الأول من القرن الثامن عشر، في النصف الثاني، إنما كان لازم نذكره لأنه مهم جدا طبعا. إنما النصف الثاني من القرن الثامن عشر البزوغ الحقيقي للفن الروائي كان في بقى ثلاث روائيين أهمهم ريتشاردسون والتاني هنري فيلدينج، اللي كان في منافسة شديدة بينهم. هنري فيلدينج بقى يعتبر الإرهاصة لظهور الرواية المسمى البانوراميك نوفل. بانوراميك نوفل هي الرواية البانورامية اللي بتصف كل شيء في الحياة، يعني تصف كل دقيقة وكل صغيرة وكبيرة في الحياة، في المدينة، في الريف. ولذلك كان هو بقى الإرهاصة لظهور تشارلز ديكنز وويليام ميك بيس ثاكري. هنري فيلدينج ولد في 1707 وتوفي في 1754، إنما هو كان على عكس دفو، دانيال دفو وسامويل ريتشاردسون، هو ما كانش يعني لم يصنع نفسه بنفسه، يعني لم يكن فقيرا مثلهم، وكان نشأ في أسرة غنية، ولكن يعني أسرته تعرضت لأزمة مالية،
فعاش طوال حياته يعني يعاني من الأزمات المالية، وتوفي بالسل الرئوي وهو صغير، يعني ولد في 1707 ومات في 1754، يعني مات وعنده 47 سنة فقط. وهو كان متيما بالكتابة المسرحية منذ صغره، ولذلك ترك الجامعة، ترك دراسة الجامعة، لم يكمل دراسة الجامعة، وبدأ يكتب في مسرحيات منذ أن كان عنده 22 سنة. يعني هو ولد في 1907، 22 يعني 29، من 1729 لغاية 8 سنوات كاملين، لغاية ما بقى عنده 30 سنة، يعني من 1729 ل 1737 كتب أكثر من 11 مسرحية كوميدية، ولكن هذه المسرحيات لم تحقق نجاحا كبيرا. في عام 1736 كتب مسرحية اسمها The Historical Register for 1736، يعني الأحداث التاريخية لعام 1736، ودي نشرت في 1737 وكانت نقدا لاذعا للحكومة البريطانية. فما كان من الحكومة إلا أن أصدرت فرمانا وأصدرت قرارا قانونا، قانون مراقبة على المطبوعات، censorship، يعني مراقبة على المنشورات والمطبوعات حتى تضمن عدم تكرار هذا الأمر. وأغلقت شركته، كان عنده شركة مسرحية، اضطر إلى إغلاقها واضطر لدراسة القانون وأصبح محاميا، وعمله كمحامي جعله يعني يمر على قضايا كثيرة ويقرأ قصص المجرمين، فده ألهمه أن يكتب قصصا مبنية على based on true life، يعني based on true story، مبنية على قصص حقيقية، كلها قصص based on true stories. فأول عمل كتبه هو رواية شاملة، اللي قلنا أنه بيسخر من رواية باميلا اللي كتبها ريتشاردسون. فشام زي ما قلت، هي شام هو الشيء الزائف، فكأنه بيسخر من البطلة كلها ومن الشخصية. والرواية دي هي التي أظهرت له أن حس الكوميديا عنده ومهارته ونبوغه في الكوميديا أفضل أن يكون في شكل أو في إطار روائي وليس في إطار مسرحي. فكتب الرواية الثانية اللي هي اسمها جوزيف أندروس، جوزيف أندروس، ودي اللي حققت نجاحا كبيرا. وجوزيف أندروس أيضا استكمالا، جاءت يعني استكمالا للسخرية من رواية باميلا اللي كتبها ريتشاردسون. فجوزيف أندروس ده هو أخو باميلا، يعني هو عامل جوزيف هو أخو باميلا، هي اسمها باميلا أندروس، فهو اسمه جوزيف أندروس. وجوزيف أندروس كان يعمل خادما بعد ما أخته ما تزوجت مستر بي الغني. هو أيضا أخت مستر بي دوت جوزها مات في الحرب، فهي بدأت يعني تحاول تتغزل في جوزيف ده، ولكن جوزيف نفس القصة بتاع اللي حصلت مع أخته بس بالعكس، هو أيضا يعني أنكرها ورفضها وترك القصر وذهب إلى لندن. وبيمر بقى بمغامرات إلى أن يجد الفتاة التي يحبها. هنتكلم عن المسرحية، عن القصة دي دلوقتي. والقصة دي بقى تعد أول رواية كوميدية في الأدب الإنجليزي. والرواية الثالثة لي كتبها عن حياة واحد، كلها قصص حياة فلان الفلاني، حياة واحد اسمه توم جونز، يعني The History of Tom Jones a Foundling، يعني لقيط. وزي ما قلت لأنه كان محامي فاستفاد كتير من قصص المجرمين اللي مرت عليه، وكتب رواية الثالثة ديت لي. الرواية الأولى شاملة، وبعد كده جوزيف، وبعد كده توم، يعني الرواية الرابعة بقى مش التالتة، The Life and Death of Jonathan Wild the Great في 1743. كانت دي بقى مأخوذة من قصة حياة واحد مجرم من القصص اللي مرت عليه، دي قصة حقيقية وأيضا كانت قصة ناجحة. الرواية الأخيرة اللي كتبها اسمها أميليا في 1751، بطلتها كانت واحدة سيدة، وكتجربة منه، ولكن الرواية لم تنجح، والناس القراء يعني اهتموا بزوج
بالجزء اللي بيتناول زوج أميليا في القصة مش أميليا نفسها. وزي ما قلت هنري فيلدينغ عرف بأنه بأن رواياته روايات بانوراميك بتتحدث عن كل جزئيات الحياة، فكان هو إرهاصة لظهور تشارلز ديكنز وويليام ميك بيس ثاكري. وقبل ما يموت ذهب إلى ليسبون أو لشبونة وتوفي هناك، وقبل ما يعني ما يموت كتب كتاب أدب رحلات نشر بعد موته اسمه The Journal of a Voyage to Lisbon، نشر في 1955 يعني بعد وفاته بسنة. نتكلم بسرعة عن الروايات بتاعته، أهم رواياته، أهم حاجة The History of the Adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams. القصة ديت يعني نلاحظ من الأسامي جوزيف يوسف وأبراهام آدمز إبراهيم آدم، فزي ما قلنا جوزيف توت أخت مستر بي هتحاول تغريه فهو هيرفض ويرحب، هو أخو باميلا أوكي، فهو هيروح لندن، هناك في الطريق هتعرض للضرب، يعني في ناس هتعترض طريقه هتضربه وتسرقه وهيقابل شخصية اسمها أبراهام آدمز، ده هيكون زي يعني شخصية الأب كده ليه، وده اللي ممكن نستشفه يعني من الاسم أبراهام يعني إبراهيم وآدم، وهو شخصية يوسف. وفي القصة أيضا يعني إحالة لقصة في البايبل في إنجيل لوك، إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من 30 ل 37 اللي يقول فيها إن فيها السامريتان اللي أنقذ واحد كان يعني مضروب ومسروق وسرق، فجي واحد سامريتان ظهر وساعده رغم ان في ناس كتيرة ما ساعدهوش. دي نفس القصة دي مذكورة في قصة جوزيف أندروس، ان هو ايضا بعد ما تعرض في الطريق للضرب والسرقة في عربة مرت عليه وكل اللي فيها من الاثرياء سيدة ثرية ورجل ثري ومحامي وما فيش اي حد فيهم، وكان عاريا تماما لان لصوص حتى سرقوا ملابسه، ولم يشأ احد منهم ان يساعده ولو حتى باعطاء اي معطف، والوحيد الذي اعطاه معطف هو سائق السيارة نفسه، اعطاه معطفه كي يسترها يعني. وان القصة هنا بقى الموقف ده بيظهر نفاق هؤلاء الركاب يعني اللي كانوا يريدون يعني الابتعاد عنه، ولكن مع ذلك السيدة يعني كانت ماسكة مروحة وغطت وشها كده على اساس ما تنظرش ليه ولجسمه، ولكن ما بين خصاص المروحة كانت تنظر اليه، فيعني اظهار لنفاقها. فيلدينغ بيسمي القصة ديت ان هي كوميك ايبك ان بروز، كوميك ايبك ان بروز، ملحمة كوميدية مكتوبة بالنثر، ملحمة كوميدية، فهي بتعد يعني في العادة الملاحم تكتب عن الأبطال الملوك الأمراء الأبطال الغير عاديين، ولكن هذه تعد نقلة كبيرة جدا أو نقلة كبيرة جدا في عالم كتابة الرواية، إن البطل شخص عادي جدا ليس بطلا ولا أي شخص عادي. وهي الرواية بانوراميك زي ما قلت، وكان متأثرا فيها بسيرفانتيس، يعني هو نفسه قال أنه يعني اتبع طريقة كتابة سيرفانتيس، وإن شخصية أبراهام آدم ده اللي هي الشخصية اللي بتمثل دور الأب الروحاني طبعا يعني، هي شخصية تعد دون كيخوتة الإنجليزي، لأنها كان شخصية ساذجة جدا، honest very honest مخلص جدا، وشخصية بريئة لا تعرف مدى الشرور اللي ممكن الشخص العادي أو الإنسان يكون عليها. القصة الثانية نشرت 1749 اللي هي The History of Tom Jones a Foundling، حياة توم جونز اللقيط. وتوم جونز ده شخص واحد لقيط يعني تربى في بيت واحد من الأغنياء اسمه Allworthy. توم جونز هيحب بنت أحد الجيران، والبنت دي اسمها صوفيا، وهي أيضا ستبادله الحب، ولكن
ابن أولورثي دوت ابنه اسم او النفيو ابن اخوه اسمه بليفيل. بليفيل ده كان بيحب صوفيا وسيبدأ في يعني غرس بذور المؤامرات، يعني يبدأ يتآمن عشان يفرق ما بينهما. فصوفيا وتوم جونز سيهربان إلى لندن، وفي الطريق سيمران يعني بالعديد من المغامرات، ومن بين هذه المغامرات أنه سيسجن ويتم الحكم عليه بالإعدام شنقا، ولكنه سيهرب. وفي نهاية القصة يكتشف أن بليفيل دوت ابن أولورثي، مستر أولورثي ده يبقى أخوه الغير شقيق، وأن هو ابن أخو مستر أولورثي، يعني مش لقيط ولا حاجة، وأن يعني له سوشيال ستاتس يعني مكانة اجتماعية. فهيتزوج صوفيا في الآخر، ويعود الاثنين يعودان ليعيش في الريف، اللي هي الريف هنا البارادايس. فهنا أيضا الرواية ديت فيها نقد لمجتمع المدينة، وأن مجتمع المدينة هو يمثل كل الشرور، وأن الريف على بساطته وبراءته هو يمثل البارادايس الجنة. فهو هنا نجد أن توم جونز بيتفق مع جوناثان سويفت في نقده للمدنية والمدنية والحداثة والعصر الحديث والتكنولوجيا والتطورات العلمية والاكتشافات، وأيضا بينتقد كل الكلام دوت، وبيفضل عليها الحياة الريفية البسيطة النقية البريئة اللي بيشبهها بالجنة. ودي عكس أو ده عكس فكر دوفو. نجد أن فكر دوفو في روبنسون كروسو هو عكس فكر جوناثان سويفت في جاليفرز ترافلز. في جاليفرز ترافلز نفس الفكر ده، نقد للمدنية، وإنما دانيال دوفو إعلاء من شأن الحضارة وإعلاء من شأن العلم والاعتماد على الذات والاكتشافات العلمية والكابيتاليزم. يعني رواية روبنسون كروزو رواية رأس مال، تدعو إلى الرأسمالية، تؤيد الرأسمالية والاستعمارية الإمبريالية وما إلى ذلك. فكل ده في نظر هنري فيلدينغ وفي نظر جوناثان سويفت يعني من الشرور. إنما فيما بعد فيلدين يعني القراء يعني بدأوا ينصرفون عنه، لأنه بيكتب بالثيرد بيرسون من منظور الشخص الثالث الذي يعلم كل شيء، وأحيانا كثيرة بيملي رأيه على القارئ، وكأنه يعني يعلم القارئ ولا يصف فقط ما يحدث. طبعا بعد ظهور ما بعد الحداثة في القرن العشرين، هنري فيلدين يعني الأضواء خفتت عنه نظرا لهذا الأسلوب الذي يملي على القارئ رؤية الكاتب نفس هذا النوع من الناراتيف، هذا النوع من السرد. الروائي الرابع اللي نستعرضه النهاردة ونغلق به المحاضرة ننتهي هو لورنس ستيرن. لورنس ستيرن ولد في 1713 وتوفي في 1768، وهو أحد أهم الروائيين الذين جربوا عدة تقنيات في رواياته. كان رغم أنه كان يعني قصيصا، يعني كان رجل دين مسيحي، إلا كان محبا جدا للدعابة وللضحك، وكان رجل بتاع فرفشة يعني، رغم أنه كان متدينا جدا. حتى أن زوجته يعني يقال أن زوجته لم تتحمل يعني خفة دمه، وكل على طول بيحب الضحك، فماتت يعني وهي شابة. وكان دايما يعني يجتمع مع أصدقائه، لحظات سعادته أنه يجتمع مع أصدقائه في مجموعة أو كلب، نادي سموه ديمونياك كلب، يعني نادي شيطاني. أشهر رواية كتبها إيه؟ اللي هي رواية اسمها The Life and Opinions of Tristram Shandy و Gentleman، كوما باركا Gentleman، السيد المهذب. ودي رواية بقى كوميدية، لما اتنشرت يعني حققت نجاحا كبيرا جدا، ولما القراء عرفوا ان اللي كاتبها ده يعني رجل دين مسيحي
ابتعدوا يعني اتصدموا، فشهرته قلت، ولكن مع مرور الوقت شهرته عادت مرة أخرى. وتريستريم شاندي دي بقى رغم ان بتاع يعني قصة حياة تريستريم شاندي وآراء، ولكن الرواية كلها رواية كبيرة جدا بتتكلم عن أشخاص آخرين، تتكلم عن قصة حياة نصف لغاية ثلث الرواية تتحدث عن أشخاص آخرين لحد ما تيجي ولادته هو، وولادة كانت يحكي مواقف كوميدية في كيف تمت ولادته. يعني التصوير للشخصيات تصوير كوميدي، رغم ان ما فيش بلوت وما فيش حبكة قصصية ممكن ان احنا نتعقبها، انما الرواية في حد ذاتها وطريقة السرد طريقة كوميدية، وهو ده اللي جعل الرواية يعني اعطاها شهرة شعبية كبيرة في ذلك الوقت. والرواية كبيرة بقى لانها يعني كان بيدخل من موضوع على موضوع، يعني يبدأ في يتكلم في كل حاجة إلا عن حياة شاندي دوت، إلا القليل يعني. ولذلك يعني نقاد يقولوا إن ده كده بداية الستريم أوف كونشسنس، طريقة كتابة سرد الوعي، هذا الناتيف يعني الستريم أوف كونشسنس ناراتيف، واللي هو أدى لظهور رواية السيكولوجية سيكولوجيكال نوفل. حتى إن في نقاد يقول لابد أن إن ستيرن قرأ مقالة أو كتاب لجون لوك الفيلسوف الإنجليزي، كتاب له نشر في 1690، اسم الكتاب Essay Concerning Human Understanding، يعني مقال متعلق بفهم البشرية، فهم الإنسان، الفهم الإنساني البشري. وجون لوك طبعا زي ما احنا عارفين هو فلسفته بتعتمد على ان عقل الانسان ده صفحة بيضة، واي يعني كل المعرفة بتاعته بتأتي من الحواس من حواسه. ففي الكتاب دوت هو جون لوك بيقول فيه ان العقل الانساني قادر على انه يعمل علاقات من اي شيء، يعني لو ذكرت له كلمات بعض الكلمات اللي ملهمش علاقة ببعض، العقل الإنساني يقدر يعمل علاقة. لذلك في رواية شاندي ديت نجد ان ستيرن طبق نفس التكنيك دوت، نفس التقنية، انه يبدأ في حكي قصة، وبعد كده القصة دي كلمة في القصة تاخده يتكلم في موضوع تاني، وتاخده في موضوع تالت وموضوع، وهكذا، عاملة زي رواية ألف ليلة وليلة، يعني نفس الحكاية، هذا السرد اللابرينث دوت، اللابرينث اللي بياخدك من قصة جوه قصة جوه قصة، وفي الآخر تعود للنقطة الأولية. ولذلك النقاد بيقولوا ان ستيرن ده هو اول كاتب يعني نقدر نقول انه توقع ظهور الكتابة البوست مودرنيزم، الكتابة ما بعد الحداثة اللي لا تعتمد على تسلسل الطبيعي للأحداث، ممكن يدخل في قصة والقصة تانية، زي رواية كده جيمس جويس يوليسيس، رواية يوليسيس لجيمس جويس. ولذلك قراءة هذا الكتاب مش سهلة، تعد قراءة صعبة لأنه متشعب وما فيش فيها بلوت تقدر تتعقبه وتفهم القصة بالضبط تتكلم عن ايه. وايضا في القصة دي نجد انه حاطط يعني جوكس، سيكشوال جوكس كتيرة، نكات توحي محية بالجنس يعني، ولكن مش بطريقة فجة، ولذلك الجمهور والقراء الانجليز تقبلوها ولم تكن يعني نكاتا صادمة للمجتمع. وبيسخر بقى من الكاثوليكية في الرواية ديت، يعني في شخصية وقعت في الطين، وكان دكتور كان رايح يعني لعيادة مريض، فهو راكب على الحمار بتاعه وماشي ببطء، وفجأة ظهر الراجل جاي يطلب الطبيب دوت على ظهر حصان مسرعا، فالطبيب فزع وكان عايز يرسم الصليب على صدره، ولكن ايده كانت ماسكة السرج بتاع الحمار،
فيعني تعثر ووقع من على الحمار ووقع في الطين اتبهدل، والحصان بقى الراجل اللي كان رايح يستدعيه فضل يلف حواليه، وكل ما يلف حواليه يتناثر الطين عليه وبهدل شكله خالص. فكان كل ده سخرية من الطريقة الكاثوليكية ومن المذهب الكاثوليكي، ان هو كان بيقول يعني لو ما حاولش انه يرسم الصليب على وجهه ما كانش وقع، وما كانش من على الحمار، وما كانش وقع في الطينة دي وبهدل نفسه وكل هذه البهدلة. يعني الرواية الثانية ليه اللي هي رواية شهيرة جدا هي رواية A Sentimental Journey Through France and Italy. A Sentimental Journey Through France and Italy نشرت في 68، والرواية دي بقى هي بداية، تعد بداية نزعة وحركة جديدة في الكتابة اللي هي الكتابة السنتيمنتال، الكتابة العاطفية، يعني أخذت من عنوان الرواية نفسها A Sentimental Journey Through France and Italy، ودي رحلة كان هو قام بها فعلا لفرنسا وإيطاليا، لفرنسا وإيطاليا. فنجد أن ستيرن يتفق مع سويفت، جوناثان سويفت، في نقد هذا التقدم العلمي، وفي القصة يعني في إعلاء من شأن القيم الإنسانية والعاطفة الإنسانية والتعاطف مع الإنسان الضعيف ومع الضعفاء والفقراء، بدون ما يكون الإنسان يعني محكوما بهذه المادية العلمية الصرف التي كانت مسيطرة على الناس في القرن، أو بدأت في السيطرة على الناس في القرن 18. لأن حتى في ذلك الوقت كان هناك فيلسوف اسمه ديفيد هارتلي، عاش من 1705 ل 1757، كان بيقول أن عقل الإنسان عبارة عن ذرات، وهذه مادة، كلها مادة، عقل الإنسان عبارة عن مادة، وأن هذه المادة بتتذبذب، فهذا يحدث الفكر، أن الأفكار اللي بتمر في عقولنا ما هي إلا ذبذبت هذه المادة في عقولنا، في مخ الإنسان يعني. فهذه الرواية A Sentimental Journey دي بدأت تظهر، يعني احنا قلنا ان هي نشرت في يعني في نصف الثاني من القرن 18، في 1768. دي كانت بداية عزوف القارئ الإنجليزي عن هذا الميل الشديد للعقل، وبدأ يتجه للعاطفة، وكانت دي بداية اتجاه الكتاب للرومانتيكية، بداية ظهور ما قبل الرومانتيكية، لأن في فترة كده تسمى ما قبل الرومانتيكية، دي اللي لازم نتحدث عنها أولا، بعد كده نتحدث عن الرومانتيكية. فأعتقد يعني نكتفي بهذا القدر النهاردة، طولنا أو في المحاضرة ديت، إنما في المحاضرة الجاية هنتكلم عن فترة ما قبل الرومانتيكية. وربما قبل ما نتكلم عنها يعني ربما أعمل محاضرة أخرى أستكمل فيها هذا العصر قبل ما نبدأ في البري رومانتيك ليتريتشر، أدب ما قبل الرومانتيكية. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.